الثمن اخويا واصل من 90 درهم حتى 120 درهم الصندوق. اه فيه 15 دكيله، فيه 15 كيلو حتى 13 كيلو. التقسيط ديالو الناس اللي باغين هذا الحساب راه باغين 12 درهم ولتحت، 17 قاصحه عليهم. شاجة ديال 130 درهم الصندوق، هذا راه 95 درهم. هذه الشارة ديالي بنادم خاصهم الله يدير شي تاول الخير أول حاجة، واللي كيتسالو شي حاجة وواحد اللي ميتعداش على خوه راه غادا تجي الشتا ويكون الخير إن شاء الله. الله يفرج على جميع المسلمين. لا قليل قليل قليل، ولاتي دابا كتبيع نص كيلو كيلو. كتبيع ديطا كنا شحال هادي كنا نبيعو جوج كيلو كيلو، كل واحد ما كانش نص كيلو، كان نص كيلو كان قليل، نص كيلو كان قليل. دابا ولا بزاف هذاك الشيء غالي بزاف، تما مقصحين ولكن ماشي مقصحين بزاف، كاين اللي عندو البير معاونو، هاو كيبغي يطلع الثمن شويه وصافي، ما كيبغيش يعطي الناس مية ياكلو. وراه هادشي راه اللي مكتيش، هادشي اللي مكتيش واعر ليه راه ما غاديش تقدا، خاصك تكون واعر تخرج عينيك. الله يبارك فيك، خاصك تكون قبيح تخرج عينيك باش تقدا، باش تقدا السلعه. اه حيت الا ما خرجتيش عينك ما غاديش تاخذها. كيوقع وكيوقع المزاد، انت كتعطي فيه 80 درهم كيجي واحد يعطي فيه 90 درهم يزيد عليك. اه كتوصل مع حتى للضاربه ولا المعيار باش دي وتجيب وتعطي الناس اللي ما اللي باغيين العنب. واه ديما كل عام كل موسم، اه كل موسم ديال العنب والباكور في دكاله اقليم ولا فرج. كيوقع هادشي؟ اه ولا بغيت كيوقع هادشي. الله يدير الشتاء والخير، الله يدير الشتاء والخير.